رمية تماس لصالح فريق نادي الرجاء. كرة بتتخلص بشكل ممتاز لمصلحة جولا، محاولة خطيرة لكن الكرة بتتخلص إلى خارج أرضية الملعب. حلوة كانت، خطيرة اللقطة الماضية، تبادل كرات ما بين فابريس أنغوما وأنغولا أو ملانجو، عالية داخل منطقة الجزاء تتخلص، ما زالت لمصلحة فريق نادي هلال القدس. الله، تسديدة لكن حارس المرمى أنس النيتي خلص كرة كانت خطيرة للغاية، كانت من محمد يمين. لاحظ المحاولة من يمين والتسديدة بعد ذلك التصدي من هلال القدس، وأن يخرجوا بنتيجة تعتبر إيجابية، هدف مقابل لا شيء من ذلك الملعب. لكن هنا أنغولا محاولة لكن الكرة وصلت سهلة لحارس المرمى حمادة. لصالح فريق نادي الرجاء محسن متولي، تبدو خطيرة أمام المرمى، الله على الكرة بتضيع، فرصة ضاعت، فرصة ضاعت من أمام لاعبين في اللقطة الماضية، كاد من خلالها فريق نادي الرجاء التسجيل في مرمى الهلال. لاحظ اللقطة، حاول فيها اللاعب كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء. على الجهة اليمنى متولي، حاول يعدي متولي، ما زالت الكرة مع متولي، يرسلها عرضية لكن الكرة بتوصل سهلة لحارس المرمى حمادة اللي واضح أمامنا في الصورة. كذلك لا ننسى هيثم أديب والعملاق، العملاق محاولة داخل منطقة منتصف ملعب المباراة لصالح فريق نادي الرجاء. متولي، خطيرة الكرة أمام المرمى، ومحاولة للتسديد كانت في اللقطة الماضية مرت وعدت، كانت للاعب بن احلي. دفاعات في فريق نادي الرجاء، كرة داخل منطقة الجزاء بالراس، الله الله على رأسية، كانت أن تدخل المرمى. حلوة المحاولة، تهديد أول حقيقي بالراس كان من قبل لاعبي فريق نادي الهلال. إلى متولي، حاول يتخلص متولي، يلعبها من جديد لأنغوما، أنغوما خطيرة أمام المرمى، محاولة خطيرة، ممكن تسديدة، فرصة لمصلحة الرجاء بتضيع. تألق لرامي حمادة، حارس اللي تألق أيضا في مباراة الذهاب، جميع الأسماء موجودة مع سيد كاركيرون اللي تحديدا استعب كل لاعبين. هنا محاولة متولي وتسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو محسن متولي، سجل الرجاء أخيرا هدف في مرمى هلال القدس عن طريق اللاعب أنغوما، يضيف هدف ثاني في هذه البطولة لفريق الرجاء ويتقدم هنا بهدف مقابل لا شيء. تتفاقم الامور مع هلال القدس، لاحظ اللقطه ولاحظ الفرصه والهجمه، يا سلام على أنغولا. عمر بوطيب يلعب له كره باتجاه ملانجو وتسديده لكن الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب. كره لمصلحه فريق نادي هلال القدس، محمد يمين تدخل وعوده عناد ليحصل على ثاني لقب للسوبر بعد لقب الألفين. هنا الكرة ملعوبة خطيرة، ملانجو تسديدة لكن حارس المرمى رامي يتصدى للكرة الماضية. فعالية الهجومية كانت أكثر من اللي شاهدناه في هذه المواجهة، وهنا الكرة تطلع إلى خارج أرضية الملعب. نعم، فعالية الهجومية كانت أكثر من اللي شاهدناها في مباراة الليلة. حاول في أكثر من مناسبة، كرة باتجاه لاعب نناح، نناح نناح، هذه خطيرة، خروج رامي، بينما هنا كرة لنناح، نناح، الله الله، نناح يختم على هذه المباراة خلاص. نعم، يسجل الهدف الثاني ويتقدم الرجاء مرة أخرى بضربة موجعة في مرمى هلال القدس عن طريق اللاعب أيوب نناح.
اذا ايوب نناح ينهي المساله تماما ويسجل الضرب. كرة داخل منطقة اوهو الله على محاولة لكن التصدي تصدي من انا زنيتي. حلوة كانت التسديدة في اللقطة الماضية من اللاعب البديل ايهاب شاهين يضع الكرة براسه.